طيب استاذ جمال، يعني عايز اسالك عن معطيات ما قبل هذا اللقاء. هل في اي مؤشرات سواء ايجابيه او سلبيه تدي او ترجح كفه فريق عن الاخر قبل مباراه الجمعه؟ بص، اي مره بنتسال فيها عن لقاء الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي باعتبار انه المباراه كده، يعني ما تقدرش ابدا تتوقع. انا مش بس اتوقع، بتكلم عن المعطيات لا، بتاعت هو قبل الماتش. المعطيات كل فريق منهم عنده الدوافع بتاعته وعنده الادوات والاسلحه اللي هو يلعب بيها، صح. وعنده، انا من وجهه نظري رغم انه البعض بيرى ان الزمالك اعلى معنويا وكذا، وده حقيقي فعلا، انما بالعكس يعني انا بشوف ان ده ممكن اللي هو الاقل حماسا او الاقل معنويا ممكن جدا يبقى اكثر حرصا على انه هو يتمسك بالفرص اللي بيجيله. صح. والمعطيات انا بقول ان كل فريق من الفريقين عنده المعطيات بتاعته وعنده الدوافع بتاعته. اللي هيفرق بقى فيها جدا ان مباريات الاهلي والزمالك دائما بتتغير في التفاصيل الصغيرة. في التفاصيل الصغيره على مدار مدار المباراه. يعني ممكن جدا ودايما بنلاقيها، مفيش فريق بيفضل راكب الجيم لغايه اخره من الاول للاخر. فالمهم ان وانت مش راكب الجيم ازاي ما تقعش، صح، لان الفريق الاخر بيحاول ان هو مثلا لو متاخر بهدف بيحاول ان هو يعوض. يعني احنا شفنا مباراه الدور الاول 5-3، سيناريو بتاعها سيناريو مجنون. المباراه الثانيه اللي هي 2-2 مجنون، بس سيناريو حته برضه. التعويض كانت صعبه جدا يا استاذ جمال في التوقيت ده، يعني لولا المصطلحات اللي كنا بنسمعها ساعتها يمكن تكون ساهمت بشكل او باخر بخصوص يعني رجوع نادي الزمالك في اللقاء. لكن عندي اكتر من تفصيله مهمه، وخصوصا بالتحديد فيما يتعلق بطاقم تحكيم هذه المباراه، وهو طاقم تحكيم اجنبي كالعاده، ويمكن ده افضل عشان يعني نخلص من الاعتبارات اللي بنشوفها خلال اول اسبوعين في بطوله الدوري من خلال التحكيم المصري. بعد الفصل هتكلم بتفاصيل اكتر في الجزئيه دي، وكمان عن كواليس رحله الفريق، وكمان عن الجوانب الفنيه والغيابات الموجوده في الاهلي والزمالك. استنونا بعد الفصل.